الحلقة السابعة 37 في تفسير جزء عامة، الحلقة الثانية في سورة البلد. الموضوع الرابع من مواضيع سورة البلد والموضوع الأخير نتيجة فعل الأعمال الأربعة. احنا قلنا في أربع أعمال لازم الإنسان يعملهم عشان ينجو من الحساب. أول حاجة ينفق في سبيل الله، تاني حاجة يتعلم الذين آمنوا، تالت حاجة يتواصى بالصبر، يوصي كل اللي معاه اللي بيتعلموا معاه بينفقوا بالصبر على النفقة والعلم، ويتواصى بالمرحمة لو حصلت مشكلة بينهم يتواصى بالمرحمة وإحسان ذات البين. يعني مش يتعلم ويمشي، لا يتعلم ويشيل هم الناس اللي بيتعلموا وينفقوا معاه، لازم كده. طيب اللي هيعمل كده أولئك أصحاب الميمنة. يعني أصحاب الميمنة يعني أصحاب الجنة. واللي مش هيعمل كده أولئك الذين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. هم أصحاب المشأمة يعني أصحاب الشؤم وأهل الشمال. طب إيه جزتهم؟ عليهم نار مؤصدة يعني مغلقة لا تفتح لهم. ده دليل إنها يقعدوا فيها فترات طويلة جدا وممكن يخلدوا فيها. طب نبدأ بقى في المستوى التاني في سورة البلد. ما المعلومات الهامة في الصورة؟ الصورة دي نزلت فين؟ نزلت في مكة بالإجماع، ونزلت بعد سورة قاف. ترتيبها في المصحف 90، عدد آياتها 20، عدد كلماتها 82، عدد حروفها 351. طب في سؤال أول آية في أسوال عليها، ربنا بيقول لا أقسم بهذا البلد. إزاي لا أقسم بهذا البلد؟ وفي آية تانية قال وهذا البلد الأمين. هنقول من عادة العرب أنهم إذا أرادوا توكيدا يستخدموا كلمة لا. فلا في اللغة العربية تستخدم لأمرين، للنفي وتستخدم للتوكيد. طب يعني إيه للتوكيد؟ دي أسلوب لغوي فصيح لا يستخدم في العامية، ولكن يستخدم فين؟ يستخدم في اللغة العربية الفصيحة. زي إيه؟ قال الله تعالى ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني. أصل الكلام إيه؟ موسى بيكلم هارون بيقول له ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني. إيه اللي منعك أنك تتبعني؟ مش ده معنى ده الأصل معنى؟ طب ليه قال لا بقى هنا؟ ده للتوكيد. يعني إيه؟ يعني أصل بقى الكلام اللي موسى بقى قاله ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن تتبعني اتباعا أكيدا. ما هو عارف إن هارون اتبعه شوية بس هو عايز اتباع كامل. وفي آية تانية ما منعك ألا تسجد، مفروض ما منعك أن تسجد زي في سورة صاد ربنا بيتكلم إبليس بيقول له ما منعك أن تسجد لما خلقت. طب ليه قال ألا تسجد؟ يبقى ما منعك ألا تسجد سجودا قويا لأمري. يبقى الله هنا أفادت المعنى مؤكد. وقوله تعالى لألا يعلم أهل الكتاب، أصل الكلام ليعلم أهل الكتاب. وما اللي حط الله لتوكيد، يعني اللي يعلم أهل الكتاب علما مؤكدا، الله دي أفادت التوكيد. وزيها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أصل الكلام فلا وربك لا يؤمنون، يبقى مفروض وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. جت اللي في الأول ليه؟ جت التوكيد. يبقى معناها إيه؟ فوربك لا يؤمنون أدنى إيمان حتى يحكموك، لأن الله دي أفادت شدة التوكيد. وزيها ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي لا تستوي الحسنة والسيئة مش ولا السيئة. طب ليه حط الله بعد كلمة السيئة؟ ليه؟ لأن يبقى المعنى لا تستوي الحسنة والسيئة أي مساواة. وقوله تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يبقى أصل الكلام إيه؟ وحرام يعني ممنوع على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، هو ده أصل الكلام. طب كونه قال لا دي أفادت إيه؟ أفادت إن هم مش هيرجعوا أي نوع من أنواع الرجوع، ما مستحيل يرجعوا. لا تفيد شدة والتوكيد. وقال تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أصل الكلام وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، حط الله للتوكيد. وقل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم ألا تشركوا، مفروض اللي حرموا علينا ربنا أن نشرك مش ألا نشرك. أما الذي جت لي يبقى أفادت المعنى مؤكد. بقى المعنى إيه؟ قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا أي نوع من أنواع الشرك. يبقى اللات في اللغة العربية تفيد التوكيد. طب السؤال في الآية الثانية، احنا قلنا انت حل بهذا البلد، يعني ربنا بيقسم بالبلد وانت محل لك مباح لك تقتل من تشاء وتأخذ اموال من تشاء. طيب
ايه الرد بقى؟ ايه الدليل على التفسير بتاعنا؟ وايه الرد على اللي فسرها وانت حل بهذا البلد، يعني وانت جالس في البلد تشريفا لمكة وانت قاعد فيها؟ الرد كالاتي: اول رد ان الاحلال ضد الاحرام، مش التحليل، لا ده الاحلال ضد الاحرام. طب ايه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانما احلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، ألا فليبلغ الشاهد الغائبة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. تاني سبب إن ده تفسير السلف، ده تفسير الحسن البصري ومجاهد وابن عباس. وبهذا تكون الآية دي من دلالات النبوة. ده السبب الثالث بقى، إن الآية دي من معجزات النبوة، إن بشارة النبي صلى الله عليه وسلم إن هو هينتصر على أهل مكة وهيستحل كل ما فيهم، والآية دي نزلت في مكة. طيب الآية الثانية: لماذا نص على لحظة الفتح؟ ليه؟ لأن فيها وعد بالفتح لتلك البلد التي حاربته بالمال وسرقت مال أصحابه، وأنها تحل له بعد أن كانت حراما فيقاتل أهلها وينتصرون عليهم. الآية الثالثة بقى: لماذا رجحنا تفسير ووالد وما ولد ولم نرجح قول ابن عباس إنه آدم وولده، أو قول تاني بتاع أبي عمران الجويني أنه إبراهيم وولده؟ السبب إيه؟ إدل على تفسيرنا وخطأ التفسيرات التانية. أول حاجة لأن ده ظاهر اللفظ، والقاعدة عندنا لا نأخذ بغير الظاهر إلا بقرينة، ده العموم واللفظ وظهره. تاني حاجة عدم دليل على المخصص، أنت بتخصص دلوقت آدم وبتخصص سيدنا إبراهيم، فين الدليل؟ قال الطبري: والصواب من القول ما قاله الذين قالوا إن الله أقسم بكل والد وولده، لأن الله عم كل والد وما ولد، وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة. طيب الآية رقم 4 فيها سؤال: لماذا لم نرجح تفسير أبي زيد الكبد السماء؟ ولقد خلقنا الإنسان في كبد، ما أبي زيد يقول في كبد يعني في السماء، غلط الكلام ده، غلط. ليه؟ لأن أهل اللغة أجمعوا إن الكبد يعني التعب، وإضافة الكبد إلى السماء فيقال كبد السماء أي وسطها. أما تفسير الكبد بالسماء فجميع أهل اللغة مجمعين ده خطأ، والظاهر الكبد يعني التعب، ولا يترك الظاهر إلى معنى مجازي إلا بدليل، والدليل زي ما خدنا على القاعدة دي: استغفر لهم أو لا استغفر لهم، فإن تستغفر لهم 70 مرة ورسول سأستغفر أكثر من 70. الآية رقم 4 فيها سؤال: لماذا لم نرجح قول ابن عباس إن في كبد أي خلقناه منتصبا قائما؟ هنقول لأن السياق في الصورة يدل على البخل على الله والكرم في الدنيا والتعلل بالحاجة، فالكلام على البخل، فلا يؤيد معنى إنه خلقناه كبد يعني واقف. تاني حاجة القرآن يدل على هذا المعنى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تالت حاجة لأن ذلك معروف في كلام العرب من معاني الكبد، ومنه قول لبيد: عين هل بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي. ففي كبد يعني في تعب، وقولنا ان الكبد ده التعب، وده قول ابن عباس والحسن وقول كبار المفسرين زي مجاهد وترجيح الطبري. طب الآية رقم 11: ليه رجحنا ان فلق تحم العقبة؟ هي العقبة هي البخل، العقبة دي هي البخل، مشقة الانفاق. ورفضنا تفسير قال ان العقبة دي وادي في جهنم، جبل في جهنم. اولا لا يجوز اثبات اي حاجة في الاخرة الا بدليل، تثبت جبل في جهنم محتاجين دليل، ولا يتناسب مع ما بعده ان هو بيتكلم على البخل، يبقى السياق بيمنعه وعدم وجود دليل بيمنعه. الآية 16: ليه رجحنا المطربة بأنه التصق بالتراب من شدة الفقر، ولم نرجح قول ابن عباس إن المطربة شديد الحاجة؟
لأن ده الظاهر، وده لأن ده الظاهر، وده تفسير كبار المفسرين زي عكرمة وقتادة وقول ابن عباس بس من طريق مجاهد، من طريق مجاهد، وقول سعيد بن جبير، وده ترجيح الإمام الطبري، وهو يتناسب مع السياق. طيب الآية رقم 10 فيها سؤال: ما لماذا اختار للطريق المرتفع كلمة نجد ولم يقل طريقي ليشير أن كل من فيهما وعورة، فطريق الشر فيه تعب وطريق الخير فيه تعب، وليشير إلى وضوحهما إن الاثنين واضحين. طب ليه لماذا لم نرجح قول ابن عباس في طريق عيسى هديناه النجدين، أن هديناه الثديين ورجحنا الخير والشر؟ لأنه تفسير كبار الصحابة زي عبد الله بن مسعود وغيره. تاني حاجة لأنه مناسب للمعنى، إنه مناسب للمعنى، وإن خلق ومتفق مع القرآن، فالقرآن جاء بنفس المعنى ده: إن خلقناه من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يبقى كبار المفسرين وبيتناسب مع السياق، وكمان تالت واحدة إن القرآن جاء بنفس الطريقة ديت. قولوا قولي هذا.